جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا تقول: ما معنى من عرف الله خافه، وكيف يكون الخوف، وما هي الأشياء التي إذا عرفناها عن الله جل وعلا خفنا منه؟ المعنى أن المسلم يعرف ربه بأسمائه وصفاته وقدرته وعلمه وإحاطته وقربه من عباده، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أسماءه وصفاته، ويخاف منه جل وعلا، ويراقبه ويعظمه، فيرجو ثوابه ويخاف من عقابه. وذلك لا يكون إلا بالعلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وآياته. تدبر القرآن العظيم، قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تدبر القرآن يفيد خشية الله سبحانه وتعالى، العلم النافع يفيد خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. العلم بالله وبأسمائه وصفاته هو الذي يسبب الخشية، أما الجهل بالله سبحانه وتعالى فهو الذي يسبب عدم الخوف من الله عز وجل.